بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا. حضرة رئيس البلدية المحترم شعاع مصاوي منصور، أخواتي وإخواني مرشحي قائمة الإفطاء، الحضور الكرام، إنها ساعة سعيدة تجمعنا في هذا الحفل، تجمعنا مصلحة هذا البلد، تجمعنا مصلحة هذا البلد لتقدمه وتطويره. فبلدنا حظي بنقلة واسعة طالت معظم المرافق الحيوية في هذا البلد، فمن ينكر ذلك؟ فإنها مكابرة والشمس لا يغطيها غربال. لا أقول إننا بلغنا الكمال، وإنما أقول المسير لبناء الإنسان والمكان وجميع مرافق الحياة. فقدما يا بلدي لتكون في طليعة القرى والبلدان. أما نحن آل ناشف، غالبيتنا العظمى بجميع بطونها، ندعم مرشحنا السيد فرحات ناشف رجل الأعمال البارز. مؤيدين له في ترشيحه، في مسيرته، في دعمه للسيد شعاع مصاوي منصور. فشكر الجزيل لأبناء عائلتي، من حضر ومن لم يتمكن من الحضور، فأنتم أصحاب الهمة والمواقف الإيجابية وأصحاب العزم والإرادة، داعمين له في ترشيحه للعضوية ومؤيدين له في دعمه للرئيس الحالي والقادم إن شاء الله. أخواتي وإخوتي، يحتم علينا أن يتحرك كل واحد منا من موقعه، ففي يوم الانتخابات مبكرا ما أمكنه ذلك، ولا يتأخر ولا يؤجل ذلك، عليه أن يحط غيره للإدلاء بصوته، واعلموا أن كل صوت مهم، فلا يقولن البعض أن النصر قادم ومحتم بإذن الله. وعلينا العمل والمشاركة في هذه العملية الانتخابية لنشعر أننا مشاركون فيها وأننا جزء منها. بلد للبنت والولد، قمر يا بلد للبنت والولد. لنكمل هذه المسيرة
للطيب سند، شعاع وجد للطيب سند. وكل ما يطال ذلك نحييك يا رئيسنا ونشد على أجرك. أكمل يا شعاع، أكمل يا شعاع، كلنا معاك. أمر يا بلد للبنت والولد، مشاريع كبيرة لا ولد الولد، شعاع وجد للطيب سند. وفقكم الله ووفقنا جميعا وإلى النصر القريب. قولوها عاليا، قولوها عاليا. عمار يا بلد، عمار يا بلد، عمار يا بلد، عمار يا بلد. للبنت والولد مشاريع كبيرة لا ولد الولد، شعاع وجد للطيب سند. عمار يا بلد للبنت والولد مشاريع كبيرة لا ولد الولد، شعاع وجد للطيب سند.